الحاجه اللي بتسعدني اني اشوف ولادي سعداء، ان انا اشوف اهلي سعداء وبصحه كريمه وحياه كويسه. ان بشوف اهلي بخير وسعيدين في الحياه. انا بساعد الناس، باخد اجازه كتير، فمديها حاجه حلوه الصراحه. كوره طبعا ما تزعد نفس شبابنا وبتاع واكتر يعني. اهم حاجه ان احنا نكون احساس الرضا ده بيساعدني في اي وضع احنا فيه يعني. والله وجودي في وسط اهلي ده بحد ذاته سعاده. ان اولادي الحمد لله كويسين وبحس ان انا راضي ربنا، دي اهم حاجه عندي. انا يومين الحمد لله، دي حاجه بيني وبين ربنا، لازم ان انا اعمل اي حاجه اساعد بيها الغير. الناس المقفوفين مثلا اللي عديهم الشوارع اساعدهم، مثلا في الناس الكبار مثلا في الميكروباص اقوم لهم اقعدهم. احب الخلق الى الله تمام، من يمشي في مصلحه الى اخيه، والكلام ده كله يعني ان انا اقدر مثلا اساعد غيري. لو ساعدت حد مع اكيد ده خير لي يعني، وانا بكون سبب فيه، سبب صغير وكده، فاكيد هو تمام. بس انا هتبسط، بحس ان انت ساعدت الشخص ده بيكون محتاج مساعده، ف احسسه ان هو بقى في حد جنبه يعني. لما اعمل حاجه لحد يعني اساعده بيها برضو، دي حاجه بتساعدني. اي حاجه اقدر اعملها في خدمه غيري طبعا بتساعدني جدا. ان انا اساعد غيري وان انا اقدر اقف جنبه طالما دي في مقدار اعمله، مفيش مشكله خالص، وبكون سعيد جدا. اكيد طبعا بحس اني بسعاده وبزود لي رزقي، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال كده، اللي هو من يخشى فيكم الفقر ويتصدق. الطاقة الإيجابية إن الواحد يقرب لربنا، وإنه يصلي، وإنه يقرأ قرآن، ما هوش خاتم ولا سلسلة. كنا زماننا من زمان أو على مدار التاريخ كانوا أجدادنا قالوا لنا كده. إحنا لو أسعدنا غيرنا وأجلبنا السعادة على غيرنا وحاولنا نساعدهم في أي حاجة هم مش قادرين عليها، إحنا أوريدي ربنا هيبعت لنا السعادة من جانب تاني. لا صراحة ما اقتنعش بالكلام ده، ما بحسهاش يعني، اللي هو الحاجات دي كلها بتاعت ربنا، فمش عارف بقى إيه اللي جدل دي. هي عباره عن اكسسوارات ما بتاثرش ولا اي تمنع، بتدي شكل يعني بتدي يعني شكل الانسان يعني. لا بصراحه مش مقتنعه بيها خالص، عادي احجار شكلها حلو وخلاص. بس لا، لان الاقدار كلها بيد ربنا سبحانه وتعالى. لا كل حاجه بتاعت ربنا. انا لابس خاتم عشان عاجبني، مش ان هو هيجيب لي رزق ولا هيريح لي بال، ولا واحد يقول لك اصل انا على عفريت فبلبس خاتم فالعفريت هيمشي. الكلام ده كله طبعا لا، مش مقتنع. الخاتم خاتم عادي يعني، مش احجار كريمه. الواحد بيلبس خاتم عادي زي القفاط ده بتاع، بس مش شرط يعني، كلها مظاهر.